السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم بكل خير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب، أسعد بلقياكم في هذه الحلقة التي نختتم فيها مشوار موسم رياضي حافل بكثير من النجاحات. نأمل أن نكون قد وفقنا في الوصول إلى ذائقتكم وإلى ما تنتظرونه. هذا المساء سنتابع في برنامج الملعب هذه العناوين. أنباء عن حل لجنة الانضباط خلال أيام. العيد وشربت لي خارج حسابات أولمبياد لندن. واتحاد الفروسية القرار مجحف وسنلجأ للاستئناف. في تقريره عن دوري أبطال آسيا فيفا، الأندية السعودية عادت بقوة للواجهة الآسيوية. 48 ساعة لتوقيع الحوسني مع الأهلي. الهلال يوقف مفاوضاته مع مدرب بطل فرنسا. السلام عليكم من جديد وأهلا بكم في برنامج الملعب، وأرحب بعد هذه العناوين بضيفي الكريمين الأستاذ محمد الغامدي مدير تحرير صحيفة عكاظ، أهلا وسهلا. مرحبا أبو خالد، حياك الله، سعداء بتواجدك معنا. لاحقا سينضم لنا الأستاذ حمد الصنيع وهو المحلل في القنوات الرياضية السعودية، سنسعد به بعد لحظات. قالت مصادر خاصة لبرنامج الملعب أن قرارا بحل لجنة الانضباط بات وشيكا، وأنه سيتم اتخاذه فور عودة رئيس الإدارة المؤقتة بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ أحمد عيد من الاجتماعات الحالية للاتحاد الدولي المنعقدة في بودابست المجرية. المصادر قالت أن الأحداث الأخيرة التي جرت والتصريحات والمكاتبات والمخاطبات التي نشرت مؤخرا من قبل بعض أعضاء لجنة الانضباط كانت خلف هذا القرار في وقت كان الاتحاد أو الإدارة المؤقتة قد لاحظ في وقت سابق عن بعض الإجراءات الخاطئة التي تتخذ من قبل اللجنة، وأن القرار الذي سيكون بعد أيام سيكون بحل هذه اللجنة وتنصيب أعضاء جدد في لجنة الانضباط. هذا القرار المنتظر خلال أيام، يذكر أن الكثير من الأحاديث دارت في الآونة الأخيرة بين أعضاء، وأن اتهامات جرت حول تدخلات من الإدارة المؤقتة في أعمال لجنة الانضباط، وهو ما أسماه بعض الأعضاء أنه تدخلا في عملهم. محمد الغامدي، هل ترى أن هذا القرار من المنتظر أن يكون خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي جرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبو خالد، تعرف الآن حنا على مقربة، وإلى الآن لم تتضح الصورة أو الرؤية فيما يخص الانتخابات. فإذا كان هناك ما يلوح في الأفق فيما يخص الحل هذه اللجنة، فهذا يعني أن الوقت ليس بقريب في موضوع الانتخابات، هذا أولا. حقيقة لجنة الانضباط يمكن من أكثر اللجان اللي كان عليها الكثير من اللغط والأحاديث والانتقادات بحكم الكثير من القرارات التي إما لم تنفذها بالصورة المطلوبة أو لكثرة تفسيرات ما يوجد في اللجنة. أنا أعتقد أن اللجنة من خلال الفترة الأخيرة اللي حصلت يعني ارتكبت أخطاء فادحة، لعل يمكن أقربها ما يثار وبشكل بسيط موضوع الشكر والتقدير من رئيس اللجنة ونفيه من بعض الأعضاء. أنا أعتقد أن هذا أمور لجنة الاستئناف، ثم يأتي هذا الجانب في لجنة الانضباط. أنا أعتقد أنها يعني لم تعطي بصراحة هذه اللجنة أي دور فاعل يمكن أن نلاحظها خلال الفترة الماضية. في اعتقادي أن لجنة الانضباط في المرحلة القادمة إذا حصل في انتخابات سيكون مردها أو وضعها أفضل. هل ما حدث في لجنة الاستئناف أو في لجنة الانضباط كان نتيجة للقرار الذي صدر وهو وصف بأنه قرار شجاع بإبعاد الدكتور ماجد كاوب
وإعفائه من مهامه؟ يعني أرجو أن لا يحدث ذلك، لأنه هذا يضعنا في أنت كيف تقرأ هذا المشهد؟ يعني أرى أن في تكتلات بالفعل، هناك تكتلات للأسف أصابت وأضرت بلجان الاتحاد. أعتقد أنه بعد استقالة أو تخلي الأمير نواف بن فيصل أصبحت الكثير من اللجان حقيقة تسير بطريقة مزاجية أكثر منها انضباطية. مثل إيش؟ أعطني هذه اللجنة. يعني مثلا لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف هي اللي نتكلم عنها. هي أقرب بعد قرار الدكتور ماجد كارو. نعم. أو القرار الصادر. نعم وهي أكثر لجان بصراحة فيها الكثير من التأويلات والتفسيرات. أنت مؤيد لقرار الإدارة المؤقتة؟ في ظل الأوضاع هذه وفي ظل أن ما في انتخابات بلا شك أنه إذا رأت لا الإدارة. لا ليس القرار القادم، قرار إعفاء، الإعفاء السابق. بالطبع. مؤيد وبشكل كبير، لأن ما ألحق بكثير من الشخصيات من أضرار كان يفترض أن تتخذ هذه اللحظة التاريخية. الإدارة المؤقتة واجهت اختبارا حقيقيا بهذا القرار جدا، وأنا أعتبرها لحظة تاريخية أثبتت قوتها وجدارتها في مثل هذا الوقت. طيب هذا في ما يخص الاتحاد السعودي ولجنة الانضباط والمصادر التي كانت قد أشارت إلى هذا الجانب، لكن اليوم طالما نتحدث عن هذا الجانب، في الاتحاد السعودي للفروسية أصدر بيان اليوم أبدأ فيه أسفه الشديد لقرار الاتحاد الدولي للفروسية بإيقاف الفارسين السعوديين خالد العيد وعبد الله الشربتلي لثمانية أشهر، حيث أبدأ الاتحاد السعودي للفروسية كثير من الاحترام لقرار الاتحاد الدولي وغيره من المنظمات الدولية، إلا أنه قال أن هذا القرار يعد مجحفا بحق الفارسين وأنه صدمة كبيرة كونه يخالف ما طالب به المدعي العام للاتحاد الدولي، وهو ما يدفعنا كاتحاد إلى التقدم باستئناف ضد الحكم لإيماننا الكامل بأن ما قدمه الفارسان وفريق العمل من مبررات وقرائن في المحكمة الأولية تدل على أن ما حدث لم يكن مخالفة تستوجب عقوبة كهذه. وكان البيان الذي جاء على لسان سامي الدهامي وهو مدير المنتخب السعودي للفروسية قد أضاف أننا كنا على قناعة كبيرة بتفهم هيئة القضاء التي ناقشت الفارسين بأنهما لم يكونا يفكران لمجرد التفكير في إعطاء الجياد أي مادة محظورة بما قدماه من إثباتات طبية لعلاجات أعطيت الجياد في نفس البطولتين المثار حولهما النقاش. وأضاف البيان أنه تم أخذ موافقة لجنة التحكيم في ذلك الوقت على العلاجات الأكثر فاعلية من المادة المشار إليها في القرار، مما يؤكد سلامة موقف الفارسين وحرصهما على صحة الجياد والتقيد التام والصارم بالقواعد والأنظمة المعمول بها من قبل المنظمات الدولية الساعية إلى أن تكون المنافسة الرياضية شريفة، سيما وأن المنتخب السعودي مقبل على مشاركة كبيرة وهامة هي الدورة الأولمبية الصيفية في لندن الصيف المقبل. ولا يمكن أو الحالي لا يمكن لأي فارس أن يجازب بسمعات المملكة العربية السعودية ورياضتها بمثل هذه الممارسات الخاطئة. عبر الهاتف أرحب بالأستاذ سامي الدهامي وهو مدير المنتخب السعودي للفروسية. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ. مساء النور، يا هلا والله، عساك الصحة والعافية يا رب. أهلا وسهلا. أولا مؤكدا أننا نأسف لقرار كهذا يصدر، لكن فيما يبدو أنكم اعترضتم على المدة ثمانية أشهر ولم تعترضوا على القرار كإيقاف، صحيح؟ طبعا هي احنا اول ما جانا خبر، هي كانت الحاله الاولى بشهر 12 في بطوله الرياض الدوليه، الحاله الثانيه كانت بشهر 2 في بطوله العين في الامارات. فقمنا احنا كنا متخوفين، نعرف انها سنه اولمبيات، فقمنا باتخاذ اجراء مهم وكان جريء ان نوقفنا الفرسان تطوعا عشان ما نتضرر وقت الاولمبيات. فتوقف الفارسين عن المشاركات الدوليه من شهر 2 تقريبا. واشعرت الاتحاد الدولي بهذا؟ بالضبط، بخطاب ونزلت في عندهم حتى في القرار صادر بقبوله من توقفه من شهر 2. هو القاضي بوقت الجلسة وافق على القرار واعتبره انه فترة جيدة. وحنا بصراحة لما بدينا العمل بدينا مع احد المحامين المخضرمين في هذا الموضوع، وقدمنا الحمد لله القضية تقديم ناجح، حتى انه
وقت تعرف المدعي دائم هو الخصم لنا في الجلسة، وكان شبه مقتنع يعني اقتناع كامل، حتى أنه قال أنا لو شكيت أنه الفرسان مذنبين كان طلبت لهم مدة أطول من مدة الأربع شهور ووصلت إلى سنة عقوبة، بس كان مقتنع اقتناع كامل أن الفرسان غير مذنبين، وهذا الشخص الخصم المقابل لنا وطلب أربع شهور. حنا توقعنا بالتقديم حقنا ممكن أن تصل المدة من شهرين ثلاثة شهور، ونرجع نشوف الفرسان يشاركون اعتبارا من شهر ستة ويكونوا متواجدين في الأولمبياد، وهذا الشيء اللي كنا حاسبين حسابه. بس بصراحة القرار كان مفاجئ. ما الذي تغير؟ أنتم أن القرار وصلكم يوم أمس صحيح؟ بالضبط. ما الذي تغير؟ هذه الشيء اللي احنا بصراحة في نقاط ضعف جدا، حتى لما تصدر القرار عادة لما تطلب عشان تسوي الاستئناف تبغى المحاضر حقت الجلسة. صحيح. فلما طلبنا المحاضر قالوا المحاضر غير موجودة. يعني طيب على أي أساس أنت حكمت إذا كان المحضر وكانت يمكن جلستي على أساس يومين متواصلات، اليوم الأساسي الأول المحاضر غير موجودة. طيب على أي أساس أنت أخذت قرار وأخذت حكم إذا كان المحضر مو موجود نفسه؟ وهذه علامة استفهام كبيرة. طيب إيش اللي صار؟ أقوى فارسين عربيين اللي هم حاملين ميدالية برونزية في سيدني 2000 وفضية وصيف بطل العالم في سنة الأولمبيات. صحيح. يعني هذه علامة استفهام كبيرة جدا، أنه هذا البطل المنتخب اللي راح يمثلون هو عادة شرف للمنتخب. بس اسمح لي أستاذ سامي، هو عادة في مثل هذه الإيقافات يتم الإيقاف بقرار واحد أم بقرار أولي ثم قرار آخر من القاضي المتابع للقضية؟ هو بالضبط هي لجنتين مستقلات وكلها مستقلات عن الاتحاد الدولي. القرار الاول لما جانا خبر انه فيه، فقمنا احنا باجراء التوقف السريع للفرسان تطوعا مننا علشان نحسب المده من بدايه التوقف، علشان الخوف انه يصدر القرار قبل الاولمبياد تكون ثلاثة شهور قاسيه جدا لنا. فكان قرار من عندنا اننا تطوعا توقفناهم، وكنا متوقعين صدور العقوبة المماثلة لكل الحالات اللي مشابهة لحالة الفرسان، عادة من شهرين إلى ستة شهور. الشهرين هي في حالة أنك قدمت تقديم جيد، الستة شهور لو ما حضرت، لو ما رحت وما حضرت وما قدمت أي أوراق في الجلسة يحكم عليك ستة شهور. حنا رحنا وقدمنا وحكم علينا ثمانية شهور، يعني لو ما رحنا كنا أخذنا مدة أقل. بس في البداية أنت قلت لنا أربع أشهر. هذه الأربع شهور اللي طلبها بعد ما سمعوا تقديمنا بالكامل، طلب المدعي من الاتحاد الدولي أنه طلب من القاضي إيقاف الفرسان على أربع شهور. هذا المدعي؟ هذا المدعي اللي طلبها. والآن القاضي فجأنا أن القاضي حكم دبل المدة اللي هو طلبها المدعي. طيب هذا معناه أنه عقوبة تعزيرية يعني إضافية أو مضاعفة من أربع أشهر إلى ثمانية أشهر؟ بالضبط. طيب طلبنا وش الاسباب اللي بنى عليها؟ قالوا والله المحاضر مين موجوده عندنا. طيب عاده هو عاده تصير تسجيل للجلسه بالكامل. للاسف ما كان في تسجيل وقتها. طيب الان الخطوه القادمه منكم ما هي؟ طبعا بنرفع على طول، احنا بدينا من يوم امس علشان بدينا التحضير للاستئناف، والاستئناف بيكون من لجنه مختلفه عن اللجنه اللي قامت بالحكم. فبدينا وعين قاضي، والآن قاعدين نجهز الردود، وإن شاء الله 7-6 هتكون الجلسة إن شاء الله. وكنا طالبين أنه تكون فورية والسماع يكون مباشر، ما ننتظر. نتعرف وقت الأولمبيات وقت حرج، وكل يوم صحيح. يبعد الفرسان عن الخيل يضر في مستوى الفرسان وتركيزهم. طيب أكيد أنكم استعنتوا بخبراء وقانونيين في هذه المسألة. بالضبط. هل في إمكانية لتخفيض هذه العقوبة؟ والله إن شاء الله احنا متفائلين خير، لأن القرار يمكن حتى اللي في الأوساط الرياضية مستغربين منه. يعني لا يخفيك الصندوق الفروسية الفترة الأخيرة قام بدعم كبير للرياضة الفروسية، من بينها رعاية البطولة الأمم. أيضا يوم أمس الأمير فيصل بن عبد الله وزير التعليم افتتح معرض، يمكن لأول مرة يصير في المعرض مع البريتش ميوزيوم. فأعتقد قمنا بأشياء، وهذا اللي احنا متخوفين، الدعم الكبير اللي قاعد تسويه والاعلام الغربي، وشاف الفروسيه السعوديه صار لها، يمكن صارت صاحبه قرار في الفروسيه، صاحبه شان كبير. صحيح. جدا. فمن بدايه انشاء الصندوق ولا يكفيك في حرب اعلاميه علينا قويه جدا. لما كنا نشتري الخيل كنا نشوف في الاعلام الاوروبي ان الحصان اللي نشتريه بمبلغ مليون يقولوا لك شراه ب 10 مليون،
وحرب. يعني أقول لك إياه، يعني القرار يمكن صار علينا القضية بعد شهرين وقت الجلسات، نزل تقريبا بأغلب الصحف المتخصصة في الفروسية قبل الجلسة يمكن بيومين علشان يضغط على القاضي في أخذ القرار السلبي، أو أن يكون القاضي متشدد وخلوها قضية إعلامية وخذها رأي عام بالفروسية بشكل كبير. وهذا من احنا خوفين منه، أن القاضي القرار أخذه نتيجة ضغط إعلامي كبير من المتابعين الفروسية في الخارج. بس هذا لا يمنع أن القاضي في النهاية لابد أن يقدم المحاضر المحاكمة، صحيح؟ بالضبط. والله شوف، هي عدم وجودها هذه ترى على فكرة شيء إيجابي من صالحنا. أنه القاضي حكم على بدون أساس قوي، وهذه الحمد لله، يعني أنا يمكن عدم وجودها حتضر القاضي كثير وحتساعدنا طيب في الاستئناف. بس اسمح لي يا أستاذ سامي، هي المادة هذه محظورة؟ لا، هي مين محظورة؟ هو هذا للأسف، أنه على فكرة جميع الإعلام لما بدأ عندنا وغطى للأسف أخذوها من صحفية بريطانية كاتبة وكتبت أنها منشطات وكتبوا لنا من وكالة أنباء. أول من كتب، أنا أقصد اللي هم تقريبا من شهرين. هي مادة بيوت، هي مادة مسكنة، يمكن أقرب لها ليأخذها الناس هي البنادول، ولا هي مش تؤثر على أداء الخيل أنها مثلا زي ما تقول منشطات أو هرمونات. هي عبارة عن علاج مسكن. الفرسان حنا واعيين كل الوعي ويعرفون، يعني كلهم مخضرمين، لا خالد ولا عبد الله شربتلي، بالاجراءات يعني يعرف انه لو كان بيعطي دواء هذه مسموح، بس كان لازم يعبي فورمه ويقدمها. وعبد الله شربتلي كان معبي فورمه فيها 7 ادويه هم قدمها للطبيب البيطري وقت البطوله ومعتمدها، فكان بامكانه فقط انه يزيد يحط البيوت كماده ويقدمها. بس هذا الشيء اللي احنا مستغربينه، احنا لو كنا معطينا، احنا متعاقدين من افضل الدكاتره في العالم، هو فرنسي وعضو لجنه في الاتحاد الدولي. نعم. فيعرف الاجراءات عن ظهر قلب ويعرف الادويه اللي طيب يعطيها ولازم كيف يقدمها. طيب استاذ سامي، هو هذا الدواء اللي تم او اللي انت او الجرعه طبعا اكيد هي للجياد كانت، وليس ولم يكن التعاطي للفرسان. صحيح. لا لكن هو القضايا للخيل وليس الفارس. هو القانون يكون وتكون العقوبة على الفارس وليست على الجياد، صحيح؟ بالضبط، لأنه يكون الفارس يعني المفروض يعاقبون الجياد. طيب الآن بالعكس كانت الرهان الحقيقية عليكم في الفروسية في الأولمبياد إن شاء الله، لكن ننتظر الجلسة التي قلت أنها ستعقد خلال فترة وجيزة. ودي أضيف نقطة بس، يعني ممكن وهذه نادر ما تصير في العالم. يمكن هالفارسين خالد وعبد الله خلال 3 شهور تم سحب 10 عينات دم من خيلهم على أثر هذه القضية؟ خلال 3 شهور، وهذه في العالم الفروسية كمنتخبات نادر ما تلاقي، يمكن 3 إلى 6 عينات في السنة تسحب من منتخب. فهذه علامة استفهام كبيرة جدا. وبصراحة الحرب الإعلامية يمكن في بداية إنشاء الصندوق من عملية شراء الخيل، ولا يخفيك احنا شرينا خيل من منتخبات منافسه قويه، هذه لها رد فعل كبير جدا، وهذا اللي احنا خلنا طيب متخوفين انه يكون لها اثر سلبي في اتخاذ القرار. نامل ان شاء الله ان تتبدل الامور في المحاكمه المنتظره او في النظر الاستئنافي اللي في المرحله القادمه خلال ايام ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استاذ سامي الدهامي مدير المنتخب السعودي للفروسيه، شكرا جزيلا. الخبر بالنسبه لنا مؤلم، غياب هذا الثنائي عن الرهان الذي كنا نبحث عنه في الأولمبياد كان من خلال الفروسية. بلا شك ضربة قاسمة للرياضة السعودية ورياضة الفروسية بصفة خاصة، خصوصا هالفارسين هم من قدموا للمملكة ميداليتين في سيدني وفي بطولة العالم. أنا أعتقد أنه يعني من إجابات الأخ سامي ما سمعت أن فتح تحقيق في هذا الجانب من هنا، ولا جت مساءلة الطبيب المتواجد أو الطبيب البيطري المختص في هذا الجانب. لكن يفترض الآن أن يكون هناك بمثابة دروس وعبر لمثل هالجانب. أنا أعتقد أنه يفترض في المرحلة القادمة يكون هناك لجنة كشف المنشطات لمثل هذه الجياد في المسابقات المحلية، لأنه مثل هذا الأمر بلا شك يعني أولا يؤثر على سمعة الرياضة الفروسية خارجيا، وغير كذا أنه نتوقع أن يكون هناك متابعة واهتمام أو حرص أكبر من الاتحاد الدولي على مثل هالجوانب. بس اسمح لي، حتى في البيان أن المادة التي أعطيت
لم تعط أي مادة محظورة أولا، لأن البيان يشير إلى أن هناك أدوية أعطيت للجيات أكثر تأثيرا من هذه المادة التي تحدثنا عنها، لكن يبدو أن الفورمات التي وجهت أو قدمت للجنة يبدو أنها لم تشتمل على المواد التي أعطيت. أنا ما أبغى هذا أكون غالبا أبو خالد يصنع أنا ما أبغى أكون في صف الاتحاد الدولي في هذا الجانب، لكن الاتحاد الدولي كمركز ثقل في الفروسية لابد أنه أخذ الكثير من الاحتياطات قبل ما يصدر القرار. تسع عينات أو 10 عينات أخذت طوال الفترة الماضية. عموما حتى لو حصل استئناف فأنا لا أتوقع أن يكون هذا الاستئناف يعني يعطي مؤشر على عودة الفارسين في أولمبياد لندن، لأن تعرف الأولمبياد على مقربة من أشهر قليلة إن لم يكن شهرين، فلذلك من الصعوبة بمكان أن يتم اتخاذ القرار في عودتهم. نحن فقدنا يعني ميدالية إن صح التعبير في مثل هذه البطولة الهامة دوليا. عادة طبعا هو أوضح كل النقاط الخاصة بهذا، طبعا ننتظر القرار بعد الاستئناف في محاكمات فورية تتم أو نظر فوري في هذه في نتمنى ذلك إن شاء الله، ويبدو أنه طلب هذا الأمر بحسب حديثه. نأمل إن شاء الله أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. يا ليت، لأن هالفارسين هما الأكثر على الأقل جدارة وأكثر المدة انتهت. وأكثر قربا من الميداليات. نعم، مدة 14 شهر انتهت. نعم، أو تقريبا يعني بعد، بس تعرف أولمبياد لندن إحنا يعني الآن في حدود شهرين أو أقل. لا، هو لو كانت 4 أشهر السابقة اللي طالب فيها المدعي كان بإمكانهم المشاركة في، لكن غلظت إلى 4 أشهر قادمة، صارت 8 أشهر فمصيبة يعني. على أي حال كل الأمنيات إن شاء الله أن يكون حكم الاستئناف لمصلحة الفرسان، وأن نشاهدهما في أولمبياد لندن، لأن الرهان عليهما كبيرا في الفروسية بعد أن فقدنا رهانات أخرى. صحيح، في مرحلة سابقة. في جوانب أخرى في أخبارنا المحلية، ووفقا لمصادر خاصة كنا قد تحدثنا ليلة البارحة عن أن عماد الحوسني، فيما يبدو المفاوضات التي جرت بين رئيس مجلس الإدارة الأمير فهد بن خالد وأيضا وكيل أعماله تركي المقيرن لازالت مستمرة، ووفقا لمصادرنا فإن 48 ساعة فقط تفصل بين التوقيع بشكل نهائي بين وكيل الأعمال وإدارة النادي الأهلي لاستمرار الحوسني للموسم القادم مهاجما أهلاويا، فيما لم يتم حتى الآن التوقيع مع كوماتسو، على أن الأنباء تقول أنه سيتم خلال الأسبوع القادم إنهاء هذا الأمر بعد أن كان قد توصل إلى اتفاق مع إدارة النادي. إعلاميا أيضا أكثر مواقع أوروبية قالت اليوم أن ويسلي لوبيز صانع ألعاب وهداف في رومانيا الدوري الروماني، وهو برازيلي بالمناسبة، يبلغ من العمر 31 سنة، قالت الوكالات أنباء عالمية أنه واجه أو وجد عرضا من الأهلي وأنه قد ينتقل إلى الأهلي السعودي خلال الموسم القادم، وهو واحد من اللاعبين الذين برزوا كأفضل لاعبين، هداف رومانيا وأفضل لاعب، وهو صانع لعب يبلغ من العمر 31 سنة. وأيضا في المقابل ديغو سوزر 25 سنة يلعب لفاسكو دي غاما البرازيلي وصانع لعب، قيل أنه من الخيارات المتاحة من أمام الإدارة الأهلاوية للموسم القادم. محمد لا أدري إن كنت حول هذه المسألة، الحوسني فيما يبدو أنه أقرب للاستمرار في الأهلي. طبعا إذا صحت أبو خالد الأقاويل حول البحث الأهلاوي عن لاعبين أو مهاجمين فهي تعتبر بمثابة إجراءات احترازية للأهلي، وهذا فكر ثاقب وفكر جيد من الإدارة لأي احتمال في عدم التعاقد أو التجديد مع عماد الحوسني. أنا في اعتقادي أن عماد الحوسني سيوقع الأهلي، والإدارة الأهلاوية قادرة على إنهاء مثل هذا الموضوع كما تنهي موضوع كوماتشو. الأهلي الأكثر استقرارا بين الأندية المتأهلة آسيويا بحكم تواجد مدربه وجاهزية لاعبيه واكتمال عناصرهم الأجنبية، هو الآن ليس بحاجة إلى لاعبين غير سعوديين بقدر ما هو قد يكون هناك بعض التنظيمات في بعض المراكز
ويمكن استعانة فيها في اللاعبين المحليين، لكن بشكل عام الأهلي أكثر جاهزية، ونعتقد عماد الحسني أهلاوي بنسبة كبيرة جدا. وفقا لمصادرنا أنه تم الاتفاق على كافة الجوانب الخاصة بهذا، وأن التوقيع سيتم خلال 48 ساعة. قد يكون عدم الاتفاق أو عدم الاتفاق مع كوماتسو قد يكون بمثل ما قلت أنه إجراءات احترازية، البحث عن بدائل فيما لو حدث أي طارئ فيه بالفعل، وهذا ذكاء من الإدارة يسجل لها بصراحة. طيب عبر أرحب من جدة بحمد الصنيع الذي انضم لنا في هذه الآونة، وهو المحلل في القنوات الرياضية السعودية. حمد مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور أبو خالد، أمس عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى جميع المشاهدين، وأعتذر عن التأخير بسبب زحام جدا معروف يعني. زحام صار عذر للجميع. طيب. لا إن شاء الله بإذن الله أنه نقدر نضيف في الوقت هذا نضيف جرعة مركزة، ولا يهمك إن شاء الله. انتبه الجرعات أحيانا عليها إيقاف وعليها عقوبات. طيب أولا نحن نتحدث عن أن الحوسني بات الأقرب خلال 48 ساعة للاستمرار موسم آخر مع الأهلي. بكل تأكيد، أول حاجة أبو خالد لازم نعرف أن عماد الحوسني كان من أبرز النجوم الأجانب الموجودين، يعني مع الاحترام أنه هو من عمان وما نعتبر اللاعبين الخليجيين أجانب بالنسبة لنا، لكن هو كان من أبرز اللاعبين الغير سعوديين الموجودين في الملاعب السعودية الموسم هذا. وجوده إضافة مو بس للأهلي، للدوري السعودي بحد ذاته، لاعب بخلاقياته وبإمكانيات عماد الحوسني، نتمنى استمراره في الملاعب. لكن أنا عندي نقطة دائما افضل، خصوصا اللاعبين المهاجمين، اللاعبين صانعين الالعاب اللي ممكن ان هم يتسوقوا في الدوري السعودي، دائما لما يكون في تعاقدات من الانديه انه دائما يحط افضليه تجديد بالنسبه للنادي، عشان لا تجي في نهايه الموسم يكون اللاعب متالق، تدخل في عمليه مفاوضات مع انديه اخرى ويرتفع السعر عليك بشكل كبير جدا. هذه عمليه المفاوضات او عمليه التعاقد لما يكون في شرط يعطيك الافضليه في تمديد العقد لسنه اخرى، حيعطيك راحه كبيره جدا في نهاية الموسم، تبعد عن المفاوضات وعن مزايدات مع الأندية الأخرى سواء المحلية أو حتى الدول المجاورة. ممكن هذا المفترض أن يكون ضمن خيارات العقد حينما، لكن عماد الحوسني قال في أكثر من مرة أنه دائما تعود على مثل هذا الجانب، ثم أن وكيل أعماله تركي المقيرن رجل يعني متفاهم بدرجة كبيرة بحسب ما أعرف وبحسب ما سمعته من إدارات كثيرة عن هذا الرجل، لكن في النهاية يبدو أنه الحوسني أهلاويا وفقا لمصادرنا الخاصة والمقربة جدا، أو أن التوقيع سيتم خلال ساعات 48 ساعة فقط. تفضل حمد. أكيد أبو خالد، أنا النقطة اللي بقولها الكلام كان بشكل عام. عماد الحوسني أنا أعتقد أنه هو تألقه وراحته النفسية مع النادي الأهلي في خلال الموسمين أعطته حتى فرصة أنه هو يعطي أفضل، ويمكن اللاعب حريص على البقاء في نادي الأهلي لأنه توفر المناخ الصحي بالنسبة له أنه هو يعطي بشكل أفضل، يمكن حتى المادة مو كل حاجة، الأجواء الصحية الموجودة في نادي الأهلي اللي ساعدته على التألق بشكل كبير جدا أنا أعتقد هي أهم عامل بالنسبة له للاستمرارية. لكن أنا كنت أتكلم عن عملية التعاقد والشرط هذه بشكل عام، مو بس للأهلي أو لعماد الحوسني، دائما هذه على أساس أنه تكون زي نصيحة أو نموذج الناس تقدر تستفيد منه في التعاقدات القادمة إن شاء الله. في جانب آخر أيضا، أكدت مصادر الملعب أن نادي الهلال لا زال في مفاوضات مع مدرب بطل الدوري الفرنسي فريق مونبلييه الفرنسي، المدرب ريني جيرارد، وهو الذي كان قد حقق لقب الدوري هذا الموسم والبالغ من العمر 58 عاما، وهو واحد من الأسماء التي وضعت في قائمة الترشح لقيادة الهلال الموسم القادم، لكن المصادر قالت أن المبالغة في المطالب المادية وقفت حائلا دون إتمام الإجراءات النهائية لاستقطاب المدرب، وفيما يبدو أن الإدارة أقرب لصرف النظر عن استقطاب المدرب بعد هذه المفاوضات وبعد هذه المبالغة فيما يبدو في المطالب المادية، ويبدو أنها ستتجه خلال ساعات للبحث عن مدرب آخر وإجراء مفاوضات جديدة مع خيارات أخرى كانت أمام الإدارة الهلالية. من جانب آخر، وفقا لمصادر الملعب، فإن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد كان قد عقد اليوم اجتماعا مع اللاعب أحمد الفريدي لإنهاء إجراءات التوقيع والتمديد معه لعقده في الفترة المقبلة، لكن الاجتماع لم ينتهي إلى نتيجة حاسمة لهذا الأمر، حيث تقول المصادر أن الفريدي يرغب في الاستمرار على هذا الوضع
حتى الأشهر الستة التي يقرر حينها استمراره من عدمه. محمد، الهلال بصدد التعاقد مع مدرب والبحث عن المدرب، يبدو أن الوجهة لأوروبا وهي وجهة تبدو صائبة، لكن المدرب الفرنسي الذي كان مرشحا فيما يبدو المصادر تقول أن مبالغة أو مطالباته المادية المبالغ فيها كانت عائقا في استمرار التعاقد معه أو إنهاء التعاقد معه. عموما الهلال الآن طبعا هو الفريق يمكن الوحيد من المتأهلين ليبحث عن مدرب، يعني بحكم أن الاتحاد والأهلي أكثر استقرارا في الجهاز التدريبي الفني. نعم الفني. وأعتقد أن في فسحة من الوقت للهلال لتدارك هذا الوضع، لأنه الآن ظروف انتهاء الموسم الكروي في دول العالم سيتيح له اختيار مدرب قادم. أنا في اعتقادي أني ألتقط من تصريح الأمير عبد الرحمن بن مساعد اللي أشار أنه البحث الآن عن مدير فني، يؤكد البحث عن مدرب بمواصفات جريتس. يعني أعتقد أن دول وهاسك يمكن كانوا أخطاء فنية ارتكبتها الإدارة الهلالية، وبدأت في البحث عن مدرب بهذه المواصفات اللي يمكن يمتلكها جريتس. فيما يخص الفريدي، أنا أعتقد مهما يعني أثير من أحاديث، أرى أن الإدارة الهلالية قادرة على حسم هذا الموضوع، ولكن هي مطالب من حق اللاعب أن يطالب فيها مالية، ومن حق الإدارة أن تتفاوض ويكون هناك مد وجزر إلى الانتهاء إلى حل يرضي الطرفين. كيف تعلق حمد على هذا الأمر؟ البارح حديث الأمير، أنت تقصد في حديثه مع الزميل عبد الله العظيمي. نعم، هو أشار إلى أن المرحلة القادمة ستتطلب مدير فني للفريق. نعم. حمد، والله شوف، يمكن انا بختلف مع اخوي محمد بالنسبه لفسحه الوقت، لانه اول حاجه احنا عارفين البطوله الاسيويه واستعدادات الموسم القادم مفروض ان هي تبدا في خلال شهر شهر ونص بالكثير. في خلال الشهر شهر ونص هذا حيكون في كثير من القرارات الفنيه المتعلقه بالفريق استعدادا لبطوله اسيا، سواء من ناحيه المعسكر سواء من ناحيه اللاعبين الاجانب. انا اعتقد انه المدرب هو اللي حيقرر بالنسبه للاعبين الاجانب باستمرارهم او تغييرهم او تبديلهم، وهذا الشيء اللي دائما بيتبعه نادي الهلال، لانه هو بيعطي الصلاحيه كامله. وزي ما نعرف اذا كان حيكون في مدير فني معناه حيكون في كثير من القرارات الفنيه، فصعب جدا انك انت تعطيه مساحه من الوقت قصيره جدا ومن ثم تطالبه بالمنافسه بقوه في كاس اسيا. انا كنت اتمنى انه بعد، يعني كان واضح جدا انه السيد هاسك ما كان له استمراريه في نادي الهلال من فتره طويله جدا، كنت اتوقع واتمنى انه بعد نهايه مشاركه البارح يتم الاعلان او يتم توضيح انه في انتهاء المدرب للموسم القادم مع خطه كامله، خطه عمل كامله. لكن نقول ان شاء الله كل تاخيره وفي اخيره. بالنسبه لاحمد الفريدي، انا اعتقد انه احمد الفريدي لاعب عنده كثير من النضج، لكن عمليه المخاطره لانتهاء العقد انا اعتقد انه هذه لسه اللاعبين عندنا ما استوعبوها بشكل جيد. عملية انك انت تنتظر لنهاية عقدك هذا فيها مخاطرة كبيرة. صحيح. اول حاجة لا سمح الله ممكن تجيك اصابة تضيع عليك اشياء كثيرة وتضيع عليك العرض الموجود القائم لديك. انا اتمنى انه التعامل باحترافية، احنا نشوف في كل اوروبا اللاعبين يمددوا عقودهم قبل ما تنتهي بسنة او بسنتين. نتمنى ان احنا نشوف نوعية التفكير هذه موجودة عند الاندية واللاعبين في نفس الوقت. بس حمد، فيما يخص المدرب وحتى حديث الامير عبد الرحمن البارحة كان يشير إلى أن هناك أكثر من اسم مرشح، يعني ليس اسم واحد. نحن نتحدث عن هذا المدرب، يمكن وصلوا إلى 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 مرحلة نهائية، لكن المطالبات المبالغ فيها هي التي أعاقت هذا الأمر. الخيارات الأخرى موجودة، قد يعلن عنها خلال ساعات. حمد، إذا سمحت لي بس تعليق على كلام الزميل. هذا تفضل. حمد، فيما يخص فسحة الوقت، أنا أقصد أنه الهلال عانى خلال الموسمين الماضية من ضغوط معينة في الوقت فيما يخص ابتعاد مثلا كوزمن أحضر مدرب البلجيكي. تأتي مفاجأة، تأتي مفاجأة وتأتي في وقت يعني ارتباط كثير من المدربين بعقود مع الأندية. الآن بعد ما ذهب دول أيضا صار في إشكالية وحضر هاشك. أعتقد الآن فترة يعني وقت اختيار واسع للمدربين بحكم أن الآن انتهاء الموسم في كل دول العالم يتيح فترة للهلال التوقف الحالية حتى موعد المعسكر. نعم، وغير كذا أنا أتوقع الهلال لم تبحث من الآن عن مدرب. إدارة الهلال لأن هاشك كان عليه الكثير من الحديث. لا، كان واضح أنه في هذه آخر مباراة له. لا أنا
اتوقع انه أول. حتى قبل هذه المباراه كان في يمكن قبل اسبوعين ثلاثه مسبقا. بحث عن مدرب صحيح. نعم. وهذا اللي كان يتكلم عنه الامير عبد الرحمن بن مساعد. تفضل حمد. شوف انا اتكلم عشان موضوع ضيق الوقت لانه احنا نتكلم انه استعدادات كل الانديه وخصوصا اللي بتدخل بطوله اسيا والبرنامج الزمني اللي لازم يعملوه، البرنامج الفني اللي لازم يعملوه عشان يوصلوا لمرحله متقدمه من الاستعداد غير الانديه الثانيه اللي حتشارك في الدوري مباشره، لانه انت احنا عارفين بطوله اسيا حتبدا في سبتمبر، لازم يكون الفرق اللي مشاركه في اسيا سواء بطوله ابطال اسيا او بطوله كاس الاتحاد بالنسبه للاتفاق يكونوا على وصلوا الى 70 80% من الاستعداد البدني والفني بالنسبه لهم. الفتره اللي جايه اقل من شهر تقريبا حيكون فيها مفاوضات مع مدرب، اتخاذ قرارات بالنسبه للاعبين اجانب، اتخاذ قرارات بالنسبه للاعبين محليين، تجهيز المعسكر والبرنامج الفني والزمني. عشان كذا انا كنت اتكلم على ضيق الوقت وكنا نتمنى انه قرار المدرب يكون منتهي او جاهز مطبوخ يقدم على طول بعد اخر مباراه الهزك. على اي حال هذه جمالا على حسب المصادر التي تردنا، لكن مؤكد ان خيارات اخرى متاحه امام اداره نادي الهلال سيعلن عنها في خلال الساعات القليله القادمه. في جانب اخر لاعب الفيصل ياسين بخيت اللاعب الاردني اليوم او خلال اليومين الماضيين تعرض للايقاف في عمان العاصمه الاردنيه. للحديث عن هذا الجانب ملابساته ايضا ينضم لنا في هذه الاونه عبر الهاتف الأستاذ خالد سلطان وهو وكيل أعمال اللاعب. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك، الله يحييك، الله يسلمك. أولا هل أوقف ياسين بخيت فعلا؟ والله تم توقيفه لمدة الآن صار له 10 أيام في المطار، طبعا مطار عمان. وتم طبعا إيقافه في السجن وحكم عليه 3 شهور. وان شاء الله يتم استبدال المده تقريبا بغرامه ماليه ان شاء الله بعد يمكن بعد 5 أيام ان شاء الله يتم استبدالها بغرامه ماليه. السبب في هذا؟ والله طبعا يعتبروا فرار من الخدمه العسكريه، طبعا هو عسكري بقوات الدركه الاردنيه، لكن طبعا جهل اللاعب بالقوانين والانظمه العسكريه يعني هي اللي ابعدت اللاعب عن الامور العسكريه. وبالتالي ستستبدل المده ام انه لابد ان يقضي هذه المده؟ لا ستستبدل بغرامه ماليه. اكر هذا الامر طبعا، وطبعا رئيس النادي الفيصلي فهد المدلج الاستاذ فهد المدلج طبعا ما قصر، جاء الاردن وجلس مع الشيخ سلطان العدوان وان شاء الله طبعا سمو الامير علي برضه ما قصر، والكابتن عدال حمد كمان ما قصر في حل المشكله، وان شاء الله الامور تقريبا مع نهايه الاسبوع القادم ان شاء الله تكون خلاص انحلت مشكلته وطلع وخرج من مشيئه الله ان شاء الله. لكن الامر يعتبر انه كانه حسم بالغرامه الماليه صحيح؟ بغرامه ماليه بس بعد ما يكمل تقريبا سجن 15 يوم ان شاء الله، يعني مع نهايه الاسبوع القادم او مع نهايه شهر ايار يعني ان شاء الله 30 ايار ان شاء الله بكون خرج من السجن ان شاء الله رب العالمين. هذا في بعد ذلك هو لازال مستمر وعقده لازال مستمر مع الفيصلي. طبعا هو وقع عقد لمده عام موسم رياضي كامل. ضيفي محمد الغامدي مدير تحرير عكاظ معي هنا يريد التداخل معك، تفضل محمد. استاذ خالد مساء الخير. الله يمسيك بالخير. ذهاب اللاعب سابقا من الفيصلي الى التعاون، الم يكن هناك يعني احلال لهذا الوضع قبل اتجاهه الى الرياض او الى المملكه؟ لا، من الفيصلي الى التعاون وذهب من نادي اليرموك الاردني الى التعاون السعودي. نعم اليرموك ما كان فيه انهاء المده الاجباريه بالنسبه للعسكريه؟ لا هو طبعا خرج باجازه رسميه مدتها 10 ايام. تم تمديد الاجازه من قبل نادي اليرموك نادي الاصلي تقريبا اسبوع كمان، واللاعب طبعا هو اللاعب اصلا طالب بالجامعه الاردنيه. نعم. بالاضافه انه عسكري طالب بالجامعه الاردنيه، فطبعا تكلم بالتليفون على اساس يمدد الاجازه، وتعرف العسكريه طبعا صعب جدا تكلم انك تحل المشكله بالتليفون. فاعتبروها طبعا قضيه فرار، يعني فرار من الخدمه العسكريه او من المتطلبات العسكريه. ما يعاقبون وكيل اعماله؟ والله طيب. وكيل اعماله هي تقريبا جهل القوانين العسكريه صراحه، هي جهل طيب. سواء من وكيل اعماله او من نادي اليرموك او من اللاعب، يعني من اللاعب نفسه كمان. الاهم ان قضيه اللاعب انتهت تقريبا ان شاء الله انتهت مع نهايه شهر ايار ان شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا لك استاذ خالد سلطان. الله يسلمك. املا ان شاء الله لكم كل التوفيق. عبر الهاتف ايضا ارحب بالاستاذ عبد المحسن المعمر وهو مسؤول الاحتراف في نادي الفيصلي. عبد المحسن مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء الخير جزاك الله ومساء لضيوفك الكرام. يا هلا. اللاعب كنا نستمع لحديث وكيل اعماله ياسين بخيت وكيل اعماله خالد سلطان، قال ان الامر
حل وانتهى تقريبا، وأنه استبدلت العقوبة بعقوبة مالية. أنتم متابعين لهذا الأمر؟ نعم، بس إذا سمحت لي يا أخو جلال، أنا نيابة مجلس إدارة النادي الفيصلي وأعضاء شرفه منسوبيه عن سفراء الكرة السعودية الأربعة، الاتحاد والأهلي والهلال والاتفاق والتأهل للدورة الثمانية يستحقون الكرة القارية. نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه لقب البطولتين سعودي بإذن الله. بإذن الله. تفضل. بالنسبة لموضوع الكابتن ياسين، طبعا الحمد لله رب العالمين والأمور كلها تسير في الطريق الصحيح. اللاعب خلال 5 أيام القادمة بإذن الله سيكون بين عائلته بإذن الله، وسيلتحق بصفوف الفيصل مع انطلاق التدريبات. طبعا زي ما قلنا احنا موكلين الوكيل خالد سلطان متابعة الموضوع، وإن شاء الله الموضوع يعني كحد أقصى خلال 5 أيام القادمة بإذن الله سيكون منتهي. حد أقصى كم؟ 5 أيام القادمة. بحسب حديث أيضا وكيل أعماله. طيب هذا فيما يخص اللاعب، لكن في جانب آخر أنتم اليوم أعلنتوا عن التوقيع رسميا مع اللاعب عواد العنزي. نعم، الكابتن عواد وقع النادي الفيصلي لمدة 2 موسم. وإن شاء الله بإذن الله الفيصلي سيسير قدما نحو استقطاب أي لاعب. من عندكم أيضا أسماء أخرى؟ من في أسماء أخرى عبد المحسن؟ والله صعب إنك تكشف عن اسم إلى الآن ما وقعت مع، إلى الآن في عدة أسماء موجودة على طاولة المناقشة، وإن شاء الله بإذن الله خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان. من يختار هؤلاء اللاعبين؟ والله في لجنة فنية مشكلة، وأيضا لإدارة النادي رأي في الموضوع. من هم أعضاء هذه اللجنة؟ والله من الصعب يعني، هم تقريبا 5 أو 6 أشخاص، إن شاء الله بإذن الله من بينهم مدربين وطنيين، طيب إن شاء الله أنهم قادرين باختيار الأفضل للفيصل. مدرب الفريق ما تخشون أنه يفترض أن يكون، أو يفترض أن يكون الخيار لمدرب الفريق وليس للجنة؟ مدرب الفريق نعم، إذا انتهينا معه بطبيعة الحال سيكون له خيار. عشان كذا احنا ما قفلنا الخيارات، انا قلت لك باقي اسماء. مدرب الفريق له خيارات بطبيعه الحال. اذا انتهينا مع خلال الايام القادمه باذن الله من الطبيعي انه راح يعني نستجيب لمتطلبات الفريق. انتم توصلتم الى اتفاق معين؟ والله ان شاء الله باذن الله خلال الاسبوع القادم اتوقع اني اعلن اسم المدرب الجديد. من هو؟ من اي جهه؟ من أي دولة؟ مرصاد تحديد. سبق له يوجد أكثر من خيار، لكن إن شاء الله بإذن الله سيتم اختيار الاسم المناسب. بس اسمح لي، سبق له أن درب في الدوري السعودي؟ ما أعتقد، الأسماء المطروحة جميعها أسماء جديدة إن شاء الله على الدوري السعودي، وإن شاء الله كم عندكم اسم مطروح؟ ستواصل قيادة الفيصل إن شاء الله لتقديم مساعدة. نتمنى لكم هذا، لكن كم اسم مطروح عندكم؟ 3 أسماء إلى الآن. 3 أسماء؟ إي نعم. متوقع أن الأسبوع القادم سيعلن عن هذا يعني إن شاء الله بإذن الله، إذا توصلنا على اتفاق نهائي مع أحد بإذن الله سيعلن بشكل نهائي بإذن الله. شكرا جزيلا لك عبد المحسن المعمر، مسؤول الاحتراف في نادي الفيصلي، متحدثا عن ما يخص فريقه في المرحلة القادمة. أتحول إلى فاصل، بعده نعود للجزء الثاني من برنامج الملعب وفيه نتابع. الأندية السعودية في واجهة آسيا وفق تقرير الفيفا. أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج الملعب، وأرحب بضيفي الكريمين محمد الغامدي مدير تحرير صحيفة عكاظ، ومحلل القنوات الرياضية السعودية حمد الصنيع من جدة. أهلا وسهلا بكما. الفرق السعودية نجحت في الوصول إلى ربع النهائي على التوالي، الأهلي ثم الهلال والاتحاد، كان لهم جميعا الثلاثة شرف الوصول إلى ربع النهائي انتظارا للوصول إلى الأدوار النهائية، فيما الاتفاق يسير بخطوات واثقة نحو كأس الاتحاد الآسيوي. محمد ثواب كان قد قرأ لنا في أوراق هذا التميز للفرق السعودية. We'll be right back.
في أكبر محفل يضم كبار القارة الصفراء، نجحت الأندية السعودية في الظهور بمستويات لافتة في دور أبطال آسيا. الأهلي والهلال والاتحاد يعودون إلى الواجهة من جديد ويتأهلون إلى دور الثمانية من المسابقة الكبرى. الراقي بدأ قصة الرقي، وكان أول الفرق السعودية وصولا عندما تغلب على الجزيرة الإماراتي بضربات الترجيح بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية بثلاثة أهداف لكليهما في مباراة مثيرة وقمة خليجية جمعت شتى أنواع المتعة والإبداع داخل المستطيل الأخضر. الهلال يضرب بقوة ويسعد جماهيره بسبعة أهداف وبنكهة آسيوية أمام بني ياس الإماراتي ليشق الزعيم طريقه واثقا نحو دور الثمانية ويعلن التحدي آسيويا، وبنتيجة سيسطرها التأريخ في سجلات الكرة السعودية. الاتحاد صاحب الصولات والجولات في القارة الصفراء، ها هو يبدع ويمتع، يتألق فيقنع ليكرم وفادة ضيفه الإيراني بثلاثية أكملت عقد الأندية السعودية في الدور ربع النهائي من دور أبطال آسيا. وفي ثاني مسابقات القارة الصفراء يتمكن فارس الدهناء من اقتناص فوز ثمين أمام السويق العماني ويمضي نحو دور الثمانية من كأس الاتحاد الآسيوي. الأندية السعودية تعود للواجهة الآسيوية من خلال عروض رائعة استحقت أن تكون ضمن الكبار في الأدوار المتقدمة، ولا زال للطموح بقية في مشوار ينبئ بالكثير بمستقبل واعد ينتظر عشاق كرة القدم السعودية. ألف ألف مبروك للفرق السعودية لنا جميعا هذه الانتصارات التي تحققت على مدى اليومين الماضيين. في تقرير للفيفا كان اليوم حول تأهل الأندية السعودية إلى دور الثمانية آسيويا، جاء فيه أنه عادت الأندية السعودية بقوة إلى الواجهة من خلال ثلاث عروض لافتة في مباريات أفرحت عشاق الكرة السعودية، حيث لم يرحم العملاق السعودي الهلال منافسه بني ياس الإماراتي ومدربه السابق كالديرون بعد أن ألحق بهما خسارة قاسية بسبعة أهداف مقابل هدف واحد. التقرير أيضا تحدث عن تفاصيل هذه المباراة، ثم قال أن الأهلي وضع حدا لمسيرة الجزيرة الرائعة في المسابقة هذا الموسم، حيث كان الجزيرة أول فريق يبلغ دور 16 وفاز الأهلي عليه بركلات الترجيح على ملعبه في مباراة وصفت بأنها حامية الوطيس. في أيضا في نفس التقرير قالت، طبعا التقرير تطرق أيضا لتفاصيل مباراة الأهلي والجزيرة، ثم أيضا جاء فيه أن المباراة الثالثة والتي كانت الدلائل تشير فيها إلى تقارب المستوى بين الاتحاد وبيروزي جاءت من طرف واحد، حيث دلت النتيجة على أنها في مصلحة الفريق السعودي الذي حقق فوزا سهلا ليحافظ على آماله ويسلك طريقه نحو اللقب القاري. في كأس الاتحاد أيضا كان الاتفاق قد صنع ذات الحضور وذات الوهج وذات التميز. محمد الغامدي، يعني يبدو أننا فعلا ختمنا الموسم بما لم يكن في مستهله. كنا قد عشنا لحظات حزينة هذا الموسم مع الكرة السعودية، عادت لنا الروح كثيرا بهذه الانتصارات. يعني بلا شك هي خطوة مفرحة وإيجابية، لكن لا زال يعني الفرق بحاجة إلى ترميم صفوفها. الفترة القادمة أو المباريات القادمة حتكون أكثر صعوبة. نعم. وأكثر شراسة.
يعني بعض الفرق ويمكن الأهلي استثناء بأنه أكثر جاهزية واستقرار من لاعبي الأجانب والمدرب، لكن الاتحاد بحاجة إلى البحث عن ثلاثي أجنبي أنا في اعتقادي. نعم. الهلال أيضا مدرب وبعض اللاعبين، الاتفاق قد يكون أكثر اكتمالا وإن كان بحاجة إلى المدرب ولاعب آخر أجنبي. يعني هالمعطيات تجعل الفرق تبحث عن أكثر من أداة من أدوات اللعب سواء في اللاعبين أو في المدرب، لكن بشكل عام هي خطوة ملفتة ويعني وصلنا لهالنتائج أفضل من المواسم الماضية. صحيح. يعني الموسم الماضي كان الاتحاد وحيدا هو المغرد في البطولة الآسيوية، الآن ثلاثة أو أربع أندية يعني تعطي مؤشر بإذن الله حتى ترفع المعدل الآسيوي، وإن شاء الله يكون نص المقعد هذا ثماره هذا الوصول إلى النهائي بإذن الله. حمد، أنت مراقب سابق في الاتحاد الآسيوي، أسألك لأن السؤال يدور في بعد هذا التأهل عن ربع النهائي، هل تسقط البطاقات الملونة الممنوحة لبعض اللاعبين؟ طبعا أول حاجة نبارك لكل الأندية اللي تأهلت. أكيد. بالنسبة للبطاقات أو موضوع البطاقات الصفراء، إذا كانت بطاقة صفراء واحدة تسقط بكل تأكيد، أما أي إيقاف ناتج عن بطاقتين صفراء أو بطاقة حمراء يستمر معاه لأول مباراة في دور الثمانية، بمعنى أنه أي لاعب في آخر مباراة اللي هي مباراة دور الستاعش حصل على بطاقة حمراء أو البطاقة الصفراء الثانية معناه حيكون موقوف في مباراة دور الثمانية، إذا لم يحصل على بطاقة حمراء أو بطاقة صفراء الثانية يعني بس بطاقة صفراء واحدة تسقط البطاقة الصفراء ويسمح له اللعب ويكون بسجل خالي. طيب. تماما من أي بطاقات. إجمالا ترى أن حظوظنا كبيرة بتأهل ثلاثة فرق في دوري أبطال آسيا وفريق الاتفاق في كأس الاتحاد، سريعا حمد. والله أول حاجة نقول الله يسامح اللي خلاها ثلاثة ما هي أربعة، وإن شاء الله بإذن الله أنه إحنا نشوف استعدادات جيدة للأندية. أنا أتمنى أنه إحنا ما نسمع نغمة مرة ثانية أنه إحنا بداية موسم والشرق مستفيد أكثر مننا، الآن البطولة لها 10 سنوات بهالنظام هذا وبنفس المواعيد، الكل المفروض أنه استوعب الدرس، كل الأندية شاركت بهالدور هذا قبل كذا، الاتحاد الهلال الأهلي كلهم لعبوا في دور الثمانية قبل كذا، الاتفاق برضو عنده مشاركات وعارف إيش الترتيب، وإن شاء الله بإذن الله يتوفقوا في استعداد جيد يأهلهم بشكل جيد. الميزة أنه شرق آسيا حيلعبوا الأسبوع القادم، ففرصة للأندية تعرف هي حتلعب مع مين ويكون في دراسة جيدة لفرق شرق آسيا. إيه بس ما يعني هذا أن ما نتكلم عن المواعيد لأنها فعلا تثير الكثير من التذمر لفرقنا، على الأقل لأننا يفترض أن تتساوى على الأقل موسم بهذه الطريقة وموسم آخر بطريقة أخرى، ولا ما تجي؟ لا ما تجي، بس أنا أرجو أن ما يكون القرعة أبو خالد القادمة ستضع فريقين سعوديين في المواجهة، لأن الآن تأهل ثلاث فرق معناه أنه قد يكون في احتمال يتواجه فريقين سعوديين على عكس لو تأهل فريقين. صحيح. وهذه إشكالية نرجو أن لا تحصل. هذه تعود للحظ في النهاية. طبعا أنت تبتسم لنا الحظوظ بالقرعة على الأقل. نعم. طيب، الجماهير الهلالية التي احتشدت بقوة وبشكل كبير وكثيف في استاد الأمير فيصل بن فهد ليلة البارحة ومنحت لفريقها الكثير من التميز والبهجة والانبهار، كانت قد تحدثت في أعقاب الأهداف السبعة. نتابع. أول نحمد الله ونشكره سبحانه على هذه النتيجة الطيبة، ولكن هذا لا ما يعني أن الفرق اللي جاية أقوى وأقوى، فيجب نستعد لدور الثمانية باستعداد أكثر من كذا بكثير، لأنه الدور حيكون يعني دخلنا في مرحلة صعبة. بطل يكون بطل مهما يكون، والزعيم زعيم، اللي تغير الكوري برضو يغيب وبرضو مهما يكون يرجع مهما يكون. أكبر نتيجة أحضرها للموسم. أو الكوري حرق كل الوقت يتحرك، بس إيش مرة تصيب معه مرة تخيب. يجيب الصعب ويضيع السهل. نعم. لا، والحاجة السهلة هو يعني ما يقصر، هو من بداية المباراة إلى نهاية المباراة هو يتحرك. سؤال هذا، يجيب السهل ويجيب الصعب ويضيع السهل، ليش؟ احنا عاد تقبلنا بالنهيبة الحين المستوى اللي ذا عجبنا فيه، بس عاد ما ودنا انه يستمر معنا بقية البطولة الآسيوية هذه. صراحة اليوم الهلال كبير، مستوى النتيجة والفوز فوز، وآسيا لنا إن شاء الله أقول لك ياها. هذه كلمة جمهور الدليل. أقول ألف ألف مبروك إن شاء الله عقبال كاس آسيا. 2-4-5-6-7. قبل يوم كنا بنلعب مع الاتحاد وفازوا علينا الاتحاد، ما يهمنا كلام المدربين، الهلال في الملعب.
الهلال في الملعب مع جايبين حتى الصغار جايبينهم اليوم الهلاليين. طيب تعال فك القناع خلينا نشوف زورو ورا القناع. اتوقع ان الهلال يجيب السادس في الدقيقه 60. انت توقع؟ ايه. وش قلت؟ قلت يسجلون الجول السادس في الدقيقه 60. باذن الله كاس اسيا هذه السنه للهلال باذن الله. الفريدي افضل لاعب مسك كوره وجريء 7 اهداف والملك عبد الله 7 سنوات عشان كذا تحيه للملك عبد الله من الشعب الهلالي. هذا ما سجلوه الا عشان الجمهور، الجمهور يستحق الفوز. اول شيء احب ابارك للجماهير الحاضره وسبع اهداف ذي ولا شيء، ان شاء الله توفق المباراه الجايه. الحمد لله على النتيجه والحمد لله على كاس الامير نايف والحمد لله انا قالها الله يطول عمره خادم الحرمين الشريفين قال كلمه قال اشلهم انتم وينكم هالسنه؟ معناتها الزعيم اذا غاب تفقده ملوك. الله. الشيء الثاني يعني الهلال اذا لعب بروح وفن ما في احد يقدر يوقف وجهه نهائيا. فنصيحة الفرق الآسيوية يا ويكم الزعيم جاكم. ألف ألف مبروك لعشاق الأزرق المنتشون بفريقهم، حق لهم أن ينتشوا طالما أنه كان في هذا الحضور وفي هذا البهاء متجها إلى ربع النهائي. في المقابل الجماهير الاتحادية التي حضرت في استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة كانت قد تواجدت على الرغم من النتائج المتعثرة لفريقها، لكنها صنعت كثيرا من الوفاء، بل قدمت كثيرا من جماليات الوفاء للجماهير الاتحادية. نتابع كيف تلقت هذا الانتصار ليلة البارحة. والله أسعدنا صراحة لأنه في ارتقاء في المستوى الآن أفضل، يعني محتاجين محترفين، يعني إن شاء الله تكون لنا فرصة الفترة الجديدة الجاية إن شاء الله على دور الثمانية، إن شاء الله يكون في محترفين زي ما وعدونا، الله أعلم. يعني رجع الاتحاد على نهاية الموسم الرياضي ربما يكون خيرا من ذلك. والله أصلا لا بد أنهم يأدوا لأنه عفوا لأنه الموسم انتهى، ما عندنا إلا آسيا، واسيا عاد لعبة الاتحاد. الاتحاد ما قصر، يعني وين كان يمكن نازل مستوى شوي تحت، الآن في صعود وإن شاء الله يعني يرجع للقمة مثل ما كان. والله انت زي ما انت شايف المستوى، يعني المستوى ما هو ثابت، انت ما تقدر تصير تدخل مباراه الاتحاد وانت معتمد 100% مثل ما كان الاتحاد في 2004 و2005 انه ممكن تفوز، ما عاد في اعتماد يعني وطمانينه من الجماهير 100% مثل الزمن اللي فات. احسن واحد في العالم الاتي. والله ما في ملاحظه، ما شاء الله تبارك الله كلهم حلوين. كلهم حلوين، الله يديم العافيه ويديم الصحه للاتحاد، قول وفعل، وان شاء الله ان شاء الله يتاهل الدوري الاربعه من باب اي فريق ان شاء الله حيواجه اي فريق يواجه ان شاء الله يتاهل، الله يوفقهم ان شاء الله ويخليهم ان شاء الله يا رب، وجزاكم الله خير، الله يديكم العافيه انتم على النقل هذا وعلى اي اللي بيسووا لنا هو كله. والله العميد عسل اليوم ان شاء الله باذن الله، يعني عوده روح الاتحاد عادت اليوم صراحه، ونتمنى السلامه هنا في هزازي. الاتحاد كبير اليوم، الاثبات انه اتحاد كبير، بس جيبوا لنا مهاجم، نبغى مهاجم صح بنروح يفوز زي مباراه يبغاها، لو ما دام الروح موجوده وكل ذا 17200 ما يخسر الاتحاد، ما يخسر. الف مبروك للاتحاد، الف مبروك، وان شاء الله البطوله باذن الله. نبغى البطوله بس، ما نبغى كذا، ما نبغى الدرس، نبغى البطوله. عالم 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 عالم. شكرا لنايف مشهور، قبل كان مع الجماهير الاتحادية، قبل ذلك ركان النغيمشي كان أيضا مع الجماهير الهلالية. شكرا للزميلين العزيزين. أيضا ليلة البارحة كانت الجماهير الأهلاوية قد تواجدت في مطار الملك عبد العزيز بجدة، حيث موعد وصول النادي الأهلي عائدا ومتوجا بالفوز من أمام الجزيرة الإماراتي. من هناك رصد سمير الصوفي جزءا من هذا الاستقبال، نتابع. الاهلي جاي، الاهلي جاي، يغلبك بلا هياما، يهزمك تصعب عليه، والاهلي ما يشوفك ولا شيء، الاهلي ما يشوفك ولا شيء، ما يشوفك ولا شيء.
يلي نوينا لاهلي نادينا يلي نوينا لاهلي نادينا هو انت لسه شفت شيء والاهلي ما يشوفك ولا شيء والاهلي ما يشوفك ولا شيء والاهلي ما يشوفك ولا شيء يا ليلى دانا يا ليلى دانا ويا ليلى دانا الاهلي هوانا ومنه اللي قدي ويطلب تحدي ومنه اللي قدي ويطلب تحدي ولا ما يعدي ولا ما يعدي خصمي يا حليلو لاهلي هاد حيلو خصمي يا حليلو لاهلي هاد حيلو يا محلى نادينا يا محلى نادينا يا محلى نادينا او مجانين مجانين جمهور الاهلي في حبه ألف ألف مبروك لكل الفرق. هذه اللحظات الانتظار للجماهير الأهلاوية داخل الصالة التي صالة المطار فيما يبدو فيما بعد البعثة اضطرت إلى أن تذهب إلى مخارج أخرى للوصول بعيدا عن الازدحام الكبير الذي شهده مطار الملك عبد العزيز. شكرا لكل الجماهير بكل انتماءاتها، شكرا أيضا لجماهير الاتفاق لأنها كانت حاضرة مع فريقها وإن كنا نتمنى أن تكون بكثافة أكبر في المباريات القادمة. سريعا كيف تعلق محمد؟ طبعا هذا الفوز الفوز يجلب السعادة بلا شك، وإن كان بعض المرات يعني يخفي بعض العيوب الفنية، هذه أنا متأكد أن أي قائم أو صناع القرار في أي نادي يدركون أن هناك كثير من العيوب أو الأخطاء التي يجب تداركها. يعني شاهدنا جميع الفرق وشاهدنا بعض الإشكاليات الفنية، نتمنى إن شاء الله أن يتم تداركها للمرحلة الأصعب والأهم. نعم حمد، أيضا تعليقك على هذا الأمر. أول حاجة كلمة حق لازم تقال، أنا أعتقد أن الجماهير الرياضية بشكل عام وخصوصا جماهير الأهلي وجماهير بنظر الاتحاد وجماهير الهلال قدمت أشكال جمالية جميلة جدا وقدمت مساندة كبيرة لأنديتها. أنا أعتقد واحدة من أهم أسباب استمرارية الفرق هذه في تحقيق البطولات والانتصارات وجودها الجماهير هذه اللي تدعمها بشكل كبير جدا. نعم. إحنا شفنا الأهلي بالذات الموسم هذا عمل جمهوره قدم أشياء جميلة كبير جدا. أمس جمهور الاتحاد إحنا شفنا مساندته قبل كذا في كذا مباراة، جمهور الهلال أيضا مع فريقه في البطولة الآسيوية قدم أشياء كبيرة. أعتب على جمهور الاتفاق عدم حضوره ومساندته، ونتمنى إن شاء الله نشوف حضور أفضل وأميز، لكن السنة هذه أنا أعتقد كانت سنة الجماهير الرياضية بكل تأكيد. طيب عبر الهاتف أرحب بالأستاذ عدنان جستنية وهو ضيفي ليلة البارحة الكاتب في صحيفة الرياضية. أستاذ عدنان أهلا وسهلا، تفضل. الله يسلمك، أحييك وأحيي ضيفينك الأستاذ محمد الغامدي والأستاذ حمد الصنيع. حقيقة حبيت أن أتداخل لأنه أمس كنت معكم في البرنامج بخصوص معلومة ذكرتها عن اللاعب نادي الاتحاد سلمان حريري، وفي اليوم الثاني وجدت رسالة في جوالي يعاتبني على أن المعلومة اللي أنا ذكرتها ما هي صحيحة. قمت بالاتصال شخصيا باللاعب وتأكد لي أنه هو من خلال المعلومة أني أول شيء أني أنا قلت أنه التعاقد معه كان بمليونين ونص، وهو يقول المعلومة أنها مليون ونص. هذا جانب. الجانب الثاني أنه الإصابة إذا هو المزمنة إن هي كانت في عنده إصابة، ولكن هذه الإصابة شفى منه، يعاني من إصابة أخرى لكن ما وجد العناية المضبوطة في النادي في إنه هذا، حتى يضطر إنه بعض الأحيان يروح لطبيب نادي الاتفاق ويأخذ منه بعض التوجيهات. الجانب الثالث اللي هو ما يخص إقامته، وأنا قلت إنه في فندق ماريوت، وهو يقول يعني كان في فترة ولكن انتقل إلى فندق قصر المدينة ويدفع من جيبه الخاص يوميا 180 ريال. أنا في نفس الوقت المعلومات اللي أخذتها أنا كانت من مصادر من داخل نادي الاتحاد، يعني للأسف ما كانت المعلومات هذا يعني من مصادر، لكني في نفس الوقت حينما اللاعب اتصل وأخذ هذه المعلومات من حقي إني أول شيء إني أنا أعتذر له، ومن حقي إني أنا أوضح هذه الجوانب. أنا أولا أحييك على الاعتذار على المعلومات اللي قلت أنها لم تكن صحيحة ووضحها لك اللاعب، لكن أسأل اللاعب لازال هو اتحادي لازال صحيح؟ نعم لازال اتحاديا، ويقول لك العقد حقه لمدة 3 سنوات. طيب
طيب بقائه في جدة لماذا؟ يعني هو ما يتدرب؟ يقول لك أنا بتدرب بس ما أقدر أتدرب مع الفريق الأول لأنه لا تسمح لي إني أنا أكون في نفس الفورمة. مرحلة تأهيلية. في جوانب يعني غامضة حقيقة مع إدارته. يعني أنا قلت له بس اسمح لي بس ما فهمت منه الجوانب الغامضة. أستاذ عدنان يعني هو في مرحلة تأهيلية بعد الإصابة. بعد الإصابة هو في مرحلة تأهيلية. في مرحلة تأهيلية لكن اللي استعجبت إنه يقول لك إنه طبيب النادي في نادي الاتحاد ما وجد منه ذاك الاهتمام فيضطر إنه هو يروح للدمام. طبعا هذه المعلومة أنا ما تعرف موقفي صح ممكن إن أنا أخذ معلومات كصحفي لكن في نفس الوقت أنا أعرف إني أنا كنت في يوم من الأيام مسؤول في نادي الاتحاد ما أحب إني أنا أحرج اللاعب وأخذ منه معلومات وأقوم أسربها أو هذا لأنه هذا فيه موجود مركز إعلامي هو الأحق بهذا الدور. طيب لا أنا بس إيضاحا لهذا الأمر طالما أنت أولا تشكر على أنك وضحت النقطة اللي أثرتها ليلة البارحة وجدا يعني أنا أحييك على أن تعتذر عن أن أخطأت في ذكر أرقام أو ذكر معلومة جدا أنا أحييك على هذه المسألة لكني أيضا لاعب من الطبيعي جدا أن يكون في مرحلة تأهيلية لا يتدرب مع الفريق الأول هذا نعرفه لكن الغريب أنه يذهب بحسب حديثك ولا يذهب إلى طبيب الاتفاق قلت ولا الاتحاد لا طبيب الاتفاق يقول لك إنه هو بيأخذ منه كل فترة طيب. البرنامج اللي يمكن يساعده في 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 علاج إصابته واضحة هذه النقطة شكرا جزيلا لك شكرا لما قلته وشكرا أنا أوضحت المعلومة التي أوردتها ليلة البارحة شكرا أستاذ عدنان جستنية الكاتب والإعلامي الذي أحييه على هذا الجانب لكن في نفس الوقت نترك أيضا لإدارة نادي الاتحاد إذا ما أرادت أن تعقب هي وضحت المعلومة ليست مليونين ونصف إنما أقل اللاعب قال أنه في مرحلة تأهيلية لا يتدرب مع الفريق الأول هذا طبيعي جدا أن يحدث أذهب إلى فاصل بعده نعود لمواصلة الحديث في الجزء الأخير من برنامج الملعب وفيه سنتابع الرائد يعقد جمعيته العمومية استعدادا لموسم بارز وأفراح الشعلة تستمر باحتفالات تسبق دوري زين للمحترفين تحرقون الشبك بهداف نارية تحرجون الخصم في كل الأحوال تحرقون الشبك بهداف نارية تحرجون الخصم في كل الأحوال لعبكم في فن وفيه ندية لعبكم في فن وفيه ندية وفيه عزم الرجال بصدق الأفعال أهلا بكم من جديد في برنامج الملعب وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريمين حمد الصنيع ومحمد الغامدي أهلا وسهلا بكما حددت إدارة نادي النصر برنامج استعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي حيث تقرر أن تكون عودة اللاعبين وبداية التدريبات في 28 من شهر رجب والموافق ل 18 من يونيو على أن يغادر الفريق لمعسكر خارجي يوم السبت 3 من شعبان ويعود للمملكة في 3 من رمضان قبيلة انطلاق الدوري زين للمحترفين في 14 من شهر رمضان المقبل وكان الأستاذ سالم العثمان مدير عام كرة القدم بنادي النصر قد أوضح أن النادي وقع مخالصات مالية نهائية
مع ريتشي ودي سيلفا والكوري كيم سوك، فيما أعلن اليوم عن التجديد لعامين لحسين عبد الغني استمرارا مع الفريق كقائد لفريق النصر. محمد، استعدادات مبكرة للنصر أن يكون يعلن أولا برنامجه الآن، لكنه لم يحدد الوجهة الخاصة بالمعسكر أين سيكون المعسكر الخارجي. طبعا اللي من خلال مصادر أنا أتوقع أنه برشلونة هو الأقرب، بحكم أنه سبق أن أقام معسكر في عهد المدرب الأرجواني دي سيلفا، وكان معسكر ناجح بشكل كبير، توفرت فيه كافة الإمكانيات، ورأت الإدارة أو مسير النادي أنه الأنسب في المرحلة القادمة. أعتقد النصر يحتاج إلى الكثير من العمل في الجانب الفني. هناك يمكن الآن شبه يعني اتفاق مع المدرب ماتورانا بأن يستمر، واعتقد انه قدم عمل جيد، لكنه نقص او انتقصت منه بعض الادوات اللي كان يفترض ان تكون في الملعب، بحكم نقص 3 لاعبين اجانب كان بالامكان ان يوجدوا فارق كبير في الفريق. تواجد هؤلاء اللاعبين مع ضخ بعض اللاعبين المحليين، اعتقد الفريق يسير بدرجه جيده. لكن انا رؤيتي دائما في النصر ان هناك اشكاليه بين العمل الازدواجي الاداري والفني، يعني هناك خلط في اختيارات اللاعبين لا زالت قاصرة في الجانب الفني. لا أعلم هل هناك اختيارات اللاعبين تتم عن طريق أناس يعني خبرتهم الفنية ليست جيدة، أو أن هناك خلل. يعني اللاعب الآن اللي بدأ النصر في اختياره والتعاقد معه عوض خميس، أنا أعتقد أنه يعني يعتبر رؤية فنية جيدة وإيجابية، نتمنى أن تتواصل في هذه الاختيارات. طيب، لأن هناك كثير من الانتقادات حول الاختيارات. ما ترانا بعد هذا الموسم هو الأنسب للنصر من وجهة نظرك؟ في ظل الاستقرار وفي ظل النقص اللي عانى منه النصر خاصة اللاعبين الأجانب، أعتقد أنه يفترض الاستقرار. لم يتم اختيار لاعبين أجانب حتى الآن؟ نعم، من لم يتم هو الآن الاستقرار. طيب، لا لا لا، أنا أتكلم عن الموسم الماضي اللي الآن درب فيه، لكن طيب، الآن يبدو أن الحاج بوقش حيستمر وحيكون هناك اختيار لثلاثة لاعبين بعد أن أعطيت المخالصات النهائية للبرازيليين واللاعب. نعم، خاصة أنه بدأ مع منتصف الموسم ماتورانا، وقد يعني سريعا سريعا حمد الصنيع كيف تعلق؟ أنا أعتقد أن النصر فريق شاب، فريق يملك كثير من الطموح، يحتاج بس لصقل المواهب الموجودة عنده بشكل جيد. اختيارات ماتورانا أو استمرار ماتورانا بكل تأكيد ما يلام على أخطاء كثيرة، بسبب أنه عنده نقص كبير. فأنا أتفق مع أخوي محمد بالنسبة لموضوع اللاعبين الأجانب. عوض خميس أنا أعتقد واحد من أهم المواهب اللي قدمت نفسها الموسم الماضي مع محسن العيسى. نعم، الموهبتين هذه كانت من أفضل الأسماء اللي قدمت للدوري السعودي. النصر وراء نعم، جماهيرية كبيرة جدا قادرة أن هي تعطي الثقة للاعبينها اللي هي ناقصتهم، بس تستحق هذه بوجود لاعبين أجانب وبوجود لاعبين خبرة في الملعب. نعم، النصر أنا أعتقد حيكون له شأن كبير في الموسم. تستحق القادم جماهير النصر، لأننا شاهدناها بكثير من الوفاء في أيامها الأخيرة تحديدا، والفريق منذ سنوات وهو لم يصل للمباراة النهائية، لكن أن تتواجد بهذه الكثافة بهذا الحضور تستحق الكثير. في النادي الرائد كانت قد انعقدت الجمعية العمومية للنادي قبيل انطلاق الاستعدادات النهائية أو وضع اللمسات الأخيرة للمعسكر للمرحلة المقبلة، فيما يبدو أن الجمعية العمومية جاءت في توقيتها. خضير البراك كان قد تابع تفاصيل هذا الانعقاد، نتابع. طبعا زي ما انت عارف هذه اجتماع الجمعية على اساس ان دخول نائب الرئيس وامين الصندوق واعتذار امين الصندوق السابق ونائب الرئيس السابق لظروفهم، والحمد لله يعني كانت اجتماع مميز، شفنا فيه اخواننا اعضاء الشرف ومحبين النادي، وان شاء الله ان الاعضاء الجدد يكونوا ان شاء الله خير خلف، ان شاء الله الخير سلف، ويعملون معنا على الرفع يعني من قدرات النادي. وفي الأول والأخير احنا كلنا نعمل لخدمة النادي،
وجميع أعضاء مجلس الإدارة يعني متطوعين ويعملون بجهدهم وبدون أي مقابل، وهذا يعني نتمنى إن شاء الله أن في المستقبل أن هذا الشيء يكون يعني من الماضي. في بيان الميزانية المالية قرابة 9 ملايين إيرادات والمصرفات قرابة 20 مليون، ماذا أنتم فاعلون بالفرق؟ والله احنا ما يعني لو اننا نبي نغطي الفرق كان كل ما دخل النادي شيء اخذناه وغطينا. احنا نعرف يعني تعرف انديه الدخل المحدود، يعني 9 انديه هذه كلها انديه الدخل محدود، يعني تعتمد في الاول والاخير يعني على ما يجي من رئيس النادي من اعضاء شرف، وهذه يعني مشكله تواجهنا كثير صراحه، مو بس فقط في نادي الرائد، في جميع الانديه 9 اللي انا ذكرت لك اللي لا يوجد لديها راعي. اتمنى ان شاء الله ان رابطه الدوري المحترفين تعمل معنا وتنظر في حال هذه 9 أندية وتبحث عن رعاة يرعون الأندية هذه، لأن من يعني من الصعب جدا يعني أنك أنت كفريق بتروح يعني تنافس مع الأندية الأخرى بميزانية تصل ميزانيتك إلى 30 مليون في السنة، بتنافس مع أندية تصل ميزانياتهم إلى 120-130 مليون، مستحيل يعني أنك تقدر تقارن نفسك فيهم. ولكن لو يكون فيه شركات راعية تدعم وتصل أندية مداخلها إلى 60 مليون 70 مليون، بتشوف فروقات كبيرة جدا، بتشوف الأندية هذه تنافس على المراكز الأولى وبتعطي جمال للدوري وإثارة أكثر من اللي صاير الحين. الحمد لله والشكر على ثقة المسؤولين بنادي الرائد، وأخص بالذكر رئيس أعضاء شرف الرائد الأستاذ نصر الجفن ورئيس النادي الأستاذ فهد المطوع، والثقة هي أمانة حقيقة، وسوف إن شاء الله نعمل بما يرضي الجميع بإذن الله. والله يعني شوف هو يعني أهم شيء في جمعية الرائد هذا اليوم عدة نقاط، أولا دخول الأستاذ فهد علي الربدي أمين عام لأعضاء الشرف، أعتقد هذا الشخص مقبول لدى الجميع ولديه خبرة طويلة في النادي، وأعتقد أنه حيكون هو الطريق لالتمام أبناء النادي. أيضا دخول الأستاذ علي السندي وهو شخصية قوية وكبيرة لعضوية مجلس الإدارة، وهذا سيكون يعني سند كبير وقوي للأستاذ فهد المطوع. وجود أعضاء أيضا استمرار الأستاذ ناصر الجفن كرئيس أعضاء شرف كرئيس لأعضاء الشرف، أعتقد أنه هذا سيكون أيضا من الدعمات الأساسية للنادي. فالجمعية اليوم صار فيها مكتسبات كبيرة، حضور يعتبر متميز، حضور جيد، يعني أتمنى أنه هذه السنة أو السنة الجاية ستكون يعني قوية بالنسبة للنادي. الأستاذ فهد المطوع شخصية الآن مقبول لدى الجميع، يحظى بحب وجماهيرية لدى جميع الرائديين، وهو اكتسب أيضا خبرة في كيفية التعامل مع أبناء النادي وكيفية التعامل مع فريق كرة القدم، وأعتقد أنه ستكون المرحلة المقبلة بالنسبة للنادي بقيادة هؤلاء الرموز أعتقد أنها ستكون مضيئة ومنيرة. شكرا لخضير البراق. في المقابل كان العشاق والمحبون قد اجتمعوا احتفاء بعودة الشعلة إلى دوري زين للمحترفين، ليلة الاحتفاء رصدها من هناك عبد الرحمن العابسي، نتابع. الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك، هذا جهود مبذولة من قبل والدي وسيدي صاحب السمو الملكي الامير عبد الرحمن بن ناصر عبد العزيز محافظ الخرج، والحمد لله تكللت هذه الجهود وهذا الدعم وتكاتف الجميع بالصعود للدوري زين ان شاء الله السنه القادمه ان شاء الله، واتمنى لهم التوفيق في السنوات الجايه في الدوري زين. يعني احنا قلنا لهم ما ودنا التاهل يكون بس مجرد تاهل ويرجعون ثاني مره، انه ان شاء الله يكون بقاء في دوري زين باذن الله. احنا الان خلصنا احتفاليه الصعود والان بنبدا اجتماعاتنا مع رئيس النادي مع اعضاء الشرف ومع رجال الاعمال والشركات لدعم الفريق لجلب لعيبة محليين وجلب لعيبة جانب في دوري زين، وإن شاء الله تكون السباقين في هالموضوع إن شاء الله. الحمد لله اللي شفنا هالغرس اللي غرسناه باين ثماره ولله الحمد على أيدي شباب مخلصين جزاهم الله ألف خير. الحمد لله هذه فرحة كبيرة على الخرجويين لحضور الشرف والدعم اللي سمعناه اليوم، وأبشرك إن شاء الله بتشوف ان شاء الله الشعلة غير ان شاء الله في دوري الزين ان شاء الله. حمد الصنيع، سريعا كيف تعلق على المناسبتين، انعقاد جمعية عمومية وايضا احتفال لفريق الشعلة؟
نبارك اول شيء لفريق الشارع وفريق الوحده تاهلهم دوري زين، وان شاء الله باذن الله يتوفقوا في مشوارهم. وطبعا دوري زين يحتاج له احتياجات كبيره جدا، واتمنى الالتفاف اللي عملوها نادي الشارع هذه تكلل ان شاء الله بدعم ايجابي للفريق. اللي صار في نادي الرائد انا اعتقد انه شيء مثالي جدا، واتمنى تطبيقه في كل الانديه. موضوع الجمعيه العموميه في نهايه الموسم واعلان الميزانيه واعلان الايرادات والمداخيل، هذا شيء انا اتمنى حتى انه الرابطه او رابطه الانديه المحترفين تفرضوا على الانديه عشان الناس طيب. تعرف ايش مدخولات الانديه وايش مصاريفها. بالاضافه يشكر الاستاذ فهد المطوع ومن هم على امثاله اللي بيدعموا الوطن من خلال انديتهم. نعم. انا اعتقد لولا وجود النماذج هذه كان الانديه هذه حتلاقي مشاكل كبيره جدا ان هي تستمر. محمد، فيما يخص الرائد انا اعتقد انه احسن الرائديون صنعا في اختيار فهد المطوع او تجديد الثقه في هذا الرجل، لانه لولا مستحق. يعني حقيقة الرائد يمكن هبط إلى دوري الدرجة الأولى. أما الشعلة فأنا عتبي الوحيد على أبناء محافظة الشعلة ورجال الأعمال، كان يفترض أن يكون محافظة الخرج عفوا أن يكون هناك دعم أكبر لهذا الفريق، خاصة أنه مقبل على دوري يحتاج إلى الكثير من الدعم المالي. في الاحتفاليات يعني لم تصل المبالغ إلى أكثر من 100,000، وهذا لا يقدم أي شيء في المرحلة القادمة التي تحتاج إلى 4 من اللاعبين الأجانب زائد بعض اللاعبين المحليين. نعمل ما هو أفضل. الليلة سنختتم آخر حلقات برنامج الملعب لهذا الموسم. كانت هذه الموسم كان هو الأكثر حضورا وانتظارا وربما ترقبا لمتابعة الأحداث على مدى أشهر مضت. الليلة رصدنا أبرز المداخلات والأحاديث التي جرت في هذا البرنامج على مدى موسم بأكمله، نتابع في هذا التقرير. أود أن أبدأ بتهنئتي الخالصة والعظيمة لكل أبناء وفتيات منطقة مكة المكرمة ومدينة مكة المكرمة على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه نادي الوحدة. خفت على الأحداث اللي حصلت، وأعتقد أنها خارجة عن تقاليدنا وعاداتنا وعن ما يأمر به ديننا، وأنا أرضى بشبابنا عن هالتصرف هذا. ولكن الحقيقة أنه المباراة كبيرة، ومباراة يلعبها نادي كبير مثل نادي الهلال مع أخي نادي الشعلة. نعم. وكما تعلمون ملعب نادي الشعلة ملعب نادي صغير، وليس بالملعب الذي يستوعب عدد كبير من الجماهير. أقل اعتذار لهذه الجماهير الحبيبة وإلى شباب هذا الوطن هو تحمل المسؤولية وتقديم حقيقة استقالة عن رئاسة اتحاد القدم. والحقيقة أحب أقول يعني بس لأني الحقيقة لاحظت في الساعات الماضية الكثير من الأسئلة والاستفسارات أو التحليلات. حقيقة أحب أقول أنه بعد انتهاء المباراة طلبت من الأمين العام بحكم طبيعة عمله الاتصال بزملاء أعضاء اتحاد القدم، والحقيقة اقترحت عليهم قلت يعني أنه كنوع من الاعتذار للجماهير السعودية ولتحمل المسؤولية، فطلبت من الأعضاء الحقيقة التعاون معي في تقديم استقالتهم. حقيقة لم يتردد أحد للأمانة. يعني من بعد خسارة التأهل إلى تصفيات إلى نهائيات البرازيل كأس العالم فكرت أن الموضوع الآن أنه خلاص إحنا خسرنا فرصة 2014 والفرصة المقبلة في تأهل كأس العالم هي 2018، وهي بالنسبة لنا أو لأي كروي هي الأهم، وكل ما قبلها مهم ولكن ليست بأهم يعني من كأس العالم. صحيح. وأنا ارتأيت يعني أنه من وجهة نظري أن المنتخب يحتاج إلى جيل مثل ما بدأنا إحنا وإحنا صغار في المنتخب، ويعني تقوى عظمنا على المباريات الرسمية والمباريات الدولية والاحتكاكات الدولية إلى أن قدرنا أن احنا نوصل إلى 2006 في كأس العالم. أن المنتخب يحتاج إلى جيل يتمرس يعني في المباريات الدولية في المشاركات الرسمية أكثر. لا أعرف من نزلت الآن اجتماعكم مع اسم الأمير نواف بن فيصل بلغ رؤساء الأندية بهذه الأمور، وأنت كنت شخصياً
الازمه الماليه على وجهك بتنحلها بشماء الامل مع رؤساء الانديه. صحيح كلام صحيح، وعندي خبر انها وصلت الان. اسمعني يا اخي، لو سمحت استاذ علي مهندس، سمعنا وجهه نظرك استاذ علي، بس تفضل يا مهندس. ليس ذنبي ان لم ليس هناك تنفيذ من قبل الرئاسه العامه. المبلغ اودع يوم الاربعاء، ما عندي علم اودع بدون خطاب رسمي لي او اعاده او اتصال تليفوني. طيب اغلب المبالغ سحبت، وكنا نبغى نروح نسحب المبلغ بعد ما علمنا، ولكن للاسف حصل ما سحب. هذا ما حدث، ما في جدول حتى من الرئاسه. جدد الطلب الامير نواف واستجابت اللجنه، وعندنا ان شاء الله يوم الاحد القادم بعد انتهاء جلسه ملك الشورى الساعه الواحده سنكون الساعه 1 ونصف نلتقي بالامير نواف، كل اعضاء اللجنه الاجتماعيه والاسره والشباب، توصف ان قضايا الشباب والرياضه المعنيه بها هي اللجنه الاجتماعيه والاسره والشباب. بالنسبه لحديث كابتن سامي، انا ما كنت اتمنى انه يسافر احاديث يعني مراكزين، انا كنت اتمنى انه يعني يسمع الكلام مني مباشره، يعني دائما انا مطلع اتكلم مواضيع يعني في مواضيع زي كذا، وقسم ما قسم يعني ايش هذا؟ انا لاني عسكري ولاني دكتور حتى اقسم على كوره، ده هذه كوره اصلا واي قسم هذا؟ لكن انا اقدم اعتذاري زي ما للاخ محمد نور شخصيا، واعتذار للجماهير عامه، واعتذار اني انا اعرف هذا اللاعب، لاعب جوا او خارج الملعب او داخل الملعب حقيقه نفتخر فيه اول شيء. نعم. نفتخر في مستوياته، نفتخر في ادائه. انا لما كنت كابتن المنتخب محمد نور معايا كان من الناس اللي اقرب الناس لي، وهو يعرف الشيء هذا محمد. اشكر المسؤولين عن الرياضه السعوديه والمتابعين للرياضه السعوديه والمهتمين بالرياضه السعوديه على الثقه الغاليه التي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعينني عليها خلال المرحله القادمه. كما يجب ان نوضح توضيح شامل بما قدمه صاحب سمو الملك الامير نواف بن فيصل خلال المرحله السابقه وما تحقق خلالها من انجازات للرياضه السعوديه بجميع مستوياتها وبجميع لعباتها. نعم. هذه أبرز الأحاديث التي جرت ودارت في برنامج الملعب، ربما أيضا هناك الكثير في على مدى موسم بأكمله. كنا نتابع لحظة بلحظة الحدث أينما كان، كنا نريد أن نعرف كل شيء وأن نقدمه في وقته وبشكل مباشر دون أي إبطاء أو تأخير على مشاهدينا، ثم أننا بحثنا كثيرا عن ما وراء الحدث لنصل إلى الحقيقة أينما كانت، إيمانا منا بأن الحقيقة دوما هي الأهم، وجئنا من أجلها ونقدمها لجماهيرنا ولمشاهدينا. مؤكدا أننا نسعد بكل ما مضى، نسعد بكل المداخلات التي جرت، ونسعد كثيرا بكل الحوارات والآراء والأطروحات التي جرت في هذا البرنامج الذي الليلة قلت أنها آخر حلقاته في هذا الموسم تحديدا. أذهب إلى الفقرة الأخيرة لدينا الليلة، وهي إهداء للاعب أسامة هوساوي. كان جابر الحربي زميلنا في الإعداد وهو واحد من الزملاء والعناصر الشابة التي تقدم حضورا جيدا في فريق الإعداد، كان قد اختار هذا الإهداء لأسامة هوساوي بمناسبة أنه لعب ليلة البارحة المباراة الأخيرة، كان بينه الكثير وبين جماهير الأزرق من تبادل لمعاني وجماليات الوفاء. نتابع. ما نسينا روحوا قولوا لا ترانا، ما نسينا إن عرفنا، ما هفت عنا على غيرنا بالله، لا بالله بالله.
من فريق الإعداد للاعب أسامة هوساوي مع أمنيات كبيرة مؤكد له ولكافة اللاعبين بمواسم إن شاء الله ناجحة في أيامهم القادمة. ما الذي يمكن أن تقوله حمد في ختام هذه الحلقة؟ أول حاجة الكليب كان جميل جدا، والظاهر اللي اختار الأغنية واحد قديم جدا يعني ما شاء الله اللي اختار أغنية عبد الكريم عبد القادر. لكن لا والله جابر لا لا هو جابر شاب في مكتب الأمر، لكن يمكن استشار فريق الإعداد عندنا ما شاء الله عليهم يعني من السميع. الله يعطي العافية صراحة. كان اختيار جميل صراحة. لكن أول حاجة نشكركم رجال، أول حاجة على الإضافة نشكركم على كل ما قدمتوه في برنامج الملعب، كان من أفضل البرامج اللي في خلال الموسم، قدمت اتزان، قدمت رؤية جيدة، قدمت عمل إعلامي متزن مهني كبير جدا. أشكر. ما كان في انحياز لأي أحد، ما كان في أي مجاملة لأحد. أشكرك. وإن شاء الله بإذن الله يستمر كل ما تقدم القناة الرياضية من إبداع للأرض الوطنية بوجودك إن شاء الله. محمد، الحقيقة أن برنامج الملعب كل ليلة يقدم وجبة دسمة للرياضيين، كنتم على مسافة واحدة من التعامل مع جميع الأندية. نعمل هذا. الحقيقة أنكم مارستوا الموضوعية والحيادية في برنامجكم، أهنئكم وأهنئ طاقم عمل البرنامج، والبرنامج هذا إن شاء الله نشاهده في الموسم القادم. نعمل هذا إن شاء الله. على أي حال يجب أن أشكر ضيفي الكريمين حمد الصنيع المحلل في القنوات الرياضية السعودية، شكرا جزيلا لك حمد، أمضيت موسما ناجحا مؤكد، نعتز كثيرا بك وبكافة الزملاء الأعزاء والأساتذة الأعزاء في طريق التحليل الخاص بالقنوات الرياضية السعودية. شكرا حمد. شكرا لك. شكرا لك رجال الله، وشكرا لكل فريق العمل اللي وراك. شكرا محمد الغامدي مدير تحرير صحيفة عكاظ، أمل أن نلقاكم مرات قادمة إن شاء الله. شكرا لك. أكيد لنا مواعيد قادمة إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. بقي أن أشكر الزملاء القائمين على هذا البرنامج، أنا فقط أقلهم جهدا وعطاء وتقديما، لكن يجب أن أشكر من قام على هذا الإعداد بإدارة عبد العزيز الناجي الزميل العزيز، وأيضا الزميل العزيز عايض القحطاني، وفريق العمل الذي مع هذا الثنائي سعيد العمري، فهد الغامدي، فيصل العصيمي، عبد الرحمن مجرشي، معاذ الحميدي، محمد ثواب، ثامر الفيز، جابر الحربي والذي كان له الإهداء الأخير، وصالح المرشد، عبد الرحمن ناصر، عبد الله الجمهور، برجس القحطاني، بندر شوير، غازي العمري، عبد الرحمن الشنيبر. ومؤكد أنني أشكر بكثير من الاحتفاء والتقدير والاعتزاز الزميل العزيز غانم القحطاني الذي ظل مواكبا ومتابعا لكل اللحظات التي عشناها في هذا البرنامج ومشرفا عليه. أيضا أشكر الزميل العزيز عبد الله العضيبي وفريق المراسلين الذين أدارهم بنجاح كبير، كان خير عون لنا عبد الله العضيبي وكافة الزملاء المراسلين في هذا البرنامج، نشكرهم فردا فردا، لا يتسع الوقت لذكر أسمائهم لكنهم يستحقون منا كل التقدير. الشكر الذي يجب أن أقوله بكل صدق وبكل اعتزاز وبكل فخر لزميلي العزيز عادل الزهراني الذي يمثل رئة البرنامج الحقيقية، بل أنه واجهة البرنامج الحقيقية، أشكره جزيلا على كل الجهود التي يبذلها ويتحمل المعاناة الكبيرة في هذا الأمر. أشكر الزميلين العزيزين فهد المساعد، عبد الله الفقير، كان لهما دور كبير في التواجد في هذا البرنامج، تحمل عناء أيام مضت أيضا. شكرا لكل هؤلاء، وشكرا لكافة الزملاء الفنيين والمصورين وأيضا المخرجين، وفيصل الخمعلي كان من نصيبه أن يكون معنا في الحلقة الأخيرة، شكرا جزيلا له، لكافة الزملاء، شكرا للأستاذ عادل عصام الدين مؤكد، ثم أيضا من يتابعنا بشكل يومي ويمنحنا الكثير من العمل أو يدفعنا لهذا العمل، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز، الرجل الذي ندين له بفضل كبير في هذا البرنامج. ألقاكم بخير إن شاء الله في مرات قادمة، سألقاكم إن شاء الله في مساء الرياضية يوم غد، لكن مؤكد أننا سنكون على تواصل دائم مع كافة الأخبار كافة الأحداث في أيام قادمة. كل الأمنيات لفرقنا السعودية وللكرة السعودية إن شاء الله بمزيد من النجاح والتميز. هذه أجمل تحية، دمتم في أمان الله.